جيت رجعت لقيتو باقي واقف في الموطو و تيصوني. صافي من تماك رجعت لداري و رجعت خرجت مع عرفتش شغل ناخد في الحانوت. بانت ليا فلانه قالت لي راه كنت في الحمام. قلت لها واش كانت معاك كاينه معاك في الحمام؟ قالت لي لا ما كاينش في الحمام معايا. صافي صاحبتها عنيت قالت لي راه انا اللي كاينه بوحدي في الحمام. وجيت ندق الراجل ما كاينش الموطور خلاه. صافي هادشي اللي كاين الشرب الشراج مسدودين ندق 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 ما كاين حتى واحد. انا حتى يلا قالوا لي الناس جاو عندي للدار دابا قالوا لي سافر جراج لها فرع الباب جراج لها جراج لها. وهذيك الساعه فاش خليته انا وقيلا هرس الباب هرس هذاك الجيش الفوقاني دخل انا جا رجلي من الخدمه. صافي جات السيده قالت لي يلا خرجنا دابا انا نهار كامل انا تنقلب عليها. وانا ملي قالت لي سيري غدي ولادك انا ما قالتش لي قالت لي ملي قالت لي سيري غدي ولادك رجعي ما شرحتش لي شنو هو السبب واش غنخرج معاك باش بغيتيني نخرج معاك ولا شنو هو السبب. قالت لي جي بكري ولكن ما جيتش بكري. غديت ولادي وصلت ما الدراري تيقول لي زيدي زيدي فمشيت خويا الزبل. وملي جيت خمسة المرات ولا ما عرفتش ستة المرات جات بنتها من المدرسه قالت لي يا خالتي. قلت لها نعم بنتي. قلت لها شحال الساعه؟ قالت لي الوحده. صافي قلت ما تتنشى الحوايج. قالت لها ما دي جيبي لولدك الطنطوفه باش يلبسها. صافي من تباك بان لي حوايج نشراهم انا صحابني غادا لتحت الله يجمعنا حوايجها دابا. صحابني بغاتني باش نمشي معاها لتحت تجيب الحليب ولا ليكوش ولا الله يعلم. انا ما قلت لي والو غير قالت لي سيري سيري كلتو جيبي غدي ولادك وجي ما تعطليش. صافي جيت انا الاول جيت دقيت عاود دقيت جيت دقيت عاود ثاني